وتفضلوا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم، وحلقتنا اليوم مميزة جدا. حنعمل طبق لذيذ ممكن تقدموه على الغداء أو ممكن على العشاء، وصفة كتير حلوة، والحلو فيها إنها فيها استفادة من بقايا الطعام. حنعمل كوزامية أو كوزامية حسب ما بتحبوا تسموها. هذه الوصفة بنستعمل فيها البطاطس وبنستعمل فيها الدجاج. ليش أنا فكرت بحكاية الاستفادة من بقايا الطعام؟ إنه ممكن يكون عندي بطاطس مقلية متبقية ويكون عندي دجاج مطبوخ متبقي، بقدر أحولهم لطبق لذيذ وأستمتع بطعمه. هحتاج دجاج مقطع إلى أصابع أو مكعبات صغيرة، ما في مشكلة. هحتاج بطاطس، جبن بثلاث أنواع، الجبن الموزاريلا وجبن كريمي وجبن شرائح. كل مرة استعملوا اللي موجود عندكم في الثلاجة، حتحصلوا على طعم كتير لذيذ. البطاطس حقطعها إلى أصابع بهذا الشكل، ونبتدي خطوتنا الأولى بتجهيز الدجاج. تجهيز الدجاج كتير برضو خطواته بسيطة. قطعت الدجاج، حوزع عليه عصير ليمون، تشكيلة بهارات اللي انتو بتحبوها. انا حطيت الكركم، حطيت البابريكا، الشطة، الملح، اذا حبيتوا شوية هيل، شوية كركم، شوية كمون، يعني كميات بسيطة من كل هذه المقادير. وفيكم زي ما خبرتكم تغيروا تشكيلة البهارات على حسب رغبتكم. حضيف ثوم مهروس، وحضيف البقدونس أو الكزبرة إذا حبيتوا. وكل هالمكونات حقلبها مع بعض، وإذا كان عندي وقت بقدر أخليها في البراد لمدة ساعة أو طوال الليل. إذا ما عندي وقت بقدر أشتغل فيها مباشرة، ما في مشكلة أبدا. بخليها تتشرب بالبهارات وعصير الليمون بهذا الشكل. هخليها ترتاح على جنب وابتدي اقلي البطاطس. لقلي البطاطس بسخن زيت ذرة غزير، الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها لقلي البطاطس. واثناء قلي البطاطس كمان ابتدي اجهز البشاميل. في كاسرول هسخن الزبدة وسخن زيت الزيتون، حضيف الطحين، وابتدي احرك هالمكونات مع بعضها لغاية ما اشم ريحة هيك شهية لما يتحمص عندي الطحين. ابتدي اضيف الحليب مع استمرار التقليب. حضيف رشة من جوزة الطيب وحضيف الملح. استمر بتقليب البشاميل لغاية ما يتكاتف عندي بهذا الشكل. طبعا ما بقدر اسيبه، لو سبته بيترسب الطحين عندي في القاع وما بقدر احصل على بشاميل ناجح. بعد ما تماسك عندي البشاميل بضيف له جبن كريمي، وحبتدي احرك لغاية ما يدوب عندي تماما. هون عم بحصل على طعم كتير كتير لذيذ وغني بطعم الجبن، كأنها مش بشاميل، هلأ أصبحت عندي صلصة جبن. أحرك لغاية ما يدوب عندي الجبن تماما. لاحظوا كيف صار عندي القوام ناعم أكتر. وهلأ لمزيد كمان من الطعم حضيف حوالي 1 كوب من جبن الموزاريلا على هذه الصلصة، وأحرك لغاية ما برضو يدوب عندي الجبن. يعني زي ما هلأ صار عنا مش بشاميل، صار صلصة جبن لذيذة. حط في النار وخليها على جنب. لاحظوا كيف داب عند الجبن، أصبح فيها قوام مطاطي لذيذ. في أثناء قلي البطاطس برضو ببتدي أجهز الدجاج. حسخن زيت الزيتون، حضيف الدجاج، وحقلب الدجاج
لغاية ما يستوي عندي. أعزائي البطاطس أخذ لون ذهبي بهذا الشكل، حشيله ومباشرة ححطه في طبق الفرن. هستمر بطبخ الدجاج. الدجاج استوى، هاخده مباشرة كمان احطه فوق البطاطس. هوزع عليه كمية بسيطة من صلصة الجبن اللي عملناها. هحرك الصلصة مع البطاطس والدجاج لتتوزع. شوفوا الجمال. هلأ هحط عليها شرائح من الجبن أو أي نوع جبن زي ما خبرتكم. فيكم تستفيدوا من هذه الوصفة في إنكم تستفيدوا من بقايا الجبن عندكم في البراد، وبرضو حوزع جبن موزاريلا كمية وفيرة لأنه هذه حلاوة الأكلة بالجبنة، يعني هاي طعمها ما بيجي إلا من الأجبان اللي عم تستعملوها. استعملنا فيها ثلاث أنواع من الأجبان. وبقية الصلصة مش شرط تغطى تماما، خلوا بالكم اللي عندي تحت أجبان يعني ما في مشكلة عندي خالص، خلوها هيك على الوش متغطية بصلصة الجبن هذه. والمزيد من الجبن بهذه الطريقة، ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 لتأخذ اللون الذهبي اللطيف. وخلينا نشوف طريقة التقديم. أعزائي الطبق أصبح جاهز، أخذ اللون الذهبي اللطيف. الحلو في هذه الوصفة زي ما شفتوا ما بتاخد مجهود، بس كمان نصيحتي لكم إنكم تكلوها وهي سخنة لذيذة عشان تستمتعوا بطعم الجبنة. وصفة كتير طيبة، وتفضلوا.